قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحينما ترى شخص تعيس حانق فلا تبحث عن أخلاقه لأنك لن تجده. في الماضي كانت ظروف الحياة قاسية، فكان الفقر يحضر في كل ظرف. رغم تعاسة الظروف حول الإنسان في ذلك الوقت، إلا أن أخلاقه الرفيعة تدفعه إلى الرضا بأحواله. فالأخلاق هي تلك السفينة التي تبحر بها حتى تصل بك إلى شاطئ الرضا. فالإنسان حينما يحتويها الرضا على ذاته فهو يرضى بكل شيء حوله. جميلة تلك الأخلاق التي تعلو من شأن صاحبها مهما كانت مكانته الاجتماعية صغيرة، وتعيس تلك الأخلاق التي تهوي بصاحبها مهما كانت مكانته الاجتماعية عالية. حسن الخلق طريق جميل تجذبك لوحاته الإرشادية حتى تصل بك إلى السعادة. فكل حلم تحقق لك وكل شيء تمنيته ملكته، فجميع تلك الأشياء ما هي إلا سعادة مؤقتة تؤدي للملل إن خلت من حسن الخلق. كل ما كانت أخلاقك سيئة كل ما كانت حياتك سيئة أيضا، حتى لو كنت تملك ما يمنحك السعادة المزيفة. أخلاقك هي بصمتك أمام مجتمعك، فحينما يمر ذكرك على أسماعهم فهم لا يذكرون اسمك أو نسبك أو مكانتك، بل يتذكرون أخلاقك، فإما يبتسمون أو يعبسون لذكرك. حينما تشرق الشمس علينا تترك مساحة للتفاؤل في يوم جديد وننطلق، وحين يمسي علينا الليل تاركا لنا وحشة ظلمته نتوقف. هي تلك الابتسامة، إن غابت خيم علينا الحزن. عمار بوكس حينما يعيش 26 سنة بإحساس أنه إنسان طبيعي رغم أنه يختلف كثيرا، وحين يواجه صعوبات في جميع شتى حياته، وحين يواصل دراسته ويحصل على الامتياز، وحينما يلقب بقاهر المستحيل، تأكد بأن داخله خلق عظيم. أوقفه رغم أنه لا يقف فسار به للرضا فقهر المستحيل. رجل طاعن في السن كانت حياته مليئة بالتعاسة بالهم بأحلام لم تتحقق، وحينما يصاب بمصاب جلل يقف ويبتسم للحياة ويواصل. لم يقف ذلك الرجل، وإنما وقفت أخلاقه الرفيعة، لأن الصبر خلق، وإكمال المسير من جديد رغم الهفوات خلق أيضا. لكل من سقطت أخلاقه بالتعالي والكبر، ولكل من احتقر أناس ابتناهم الله بقلة نعيم عليهم، فليكن على ثقة تامة أن الإنسان الذي لا توقظ أخلاقه سوف يأتي يوم ويستيقظ على مصائب حلت عليه. فالله كما يمهل فهو لا يهمل. فالأخلاق الحسنة تضفي على المجتمع كل ما هو إيجابي، وتمحي كل شيء سلبي فيه. بناء المجتمع وتطوره وازدهار حضارته يكون بالأخلاق الحسنة، فإن سقطت يسقط المجتمع برمته ويندثر. سعادة الحياة ليست بما حولنا من جماليات هذه الدنيا، بل بما في دواخلنا من أخلاق حسنة. انتقل إلى رحمة الله. عظيم هذه الكلمات التي توحي بالرحيل الذي لن يعود، فيبقى شيء وينتقل شيء. تنتقل أعماله بخيرها وشرها، وتبقى أخلاقه. فأما يترحمون عليه لحسن أخلاقه أو يصمتون كرما لسوء أخلاقه.